بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني كثيرا أن ألتقي معكم في برنامجكم هذا صفحات من تاريخ الكويت، لأقدم إليكم المقابلة الثانية والأخيرة مع الحاج أحمد عبد الرحمن القبندي، من أشهر النواخذة الربابنة في الكويت، وهو حاليا آخر نواخذة قطاعة في الكويت. ولد الحاج أحمد عبد الرحمن القبندي في الكويت حوالي سنة 1317 هجرية، يعني سنة 1900 ميلادية، فعمره الآن نحو 92 سنة ميلادية. أرجو الله تعالى له الصحة والعمر الطويل. بدأ الحاج أحمد القبندي عمله في البحر منذ أن كان صبيا، فعمل في القوس على اللؤلؤ مدة طويلة نحو 20 سنة، ثم عمل في القطاعة النقل البحري في منطقة الخليج العربي السفر الصغير مدة طويلة نحو ربع قرن إلى سنة 1962، حيث ترك العمل في البحر. وعمل البحر كان العمل السائد في الكويت وبلدان الخليج العربي قبل النفط، والبحر عماد الحياة في الكويت وبلدان الخليج العربي. القطاعة بكسر اللام وإسكان القاف لفظة عامية تطلق على السفر الصغير في منطقة الخليج العربي لنقل البضائع والمؤن ونحوها، ومشتق اسم القطاعة من التقطيع، تجزئة الشيء كالبيع القطاعي، كالبيع بالقطاعي. وعمل القطاعة مستمر طول السنة، وعلى عكس السفر الكبير بالسفن الشراعية الكبيرة إلى الأماكن البعيدة، إلى الهند وسيلان وسواحل أفريقيا الشرقية والجنوب العربي وغيرها. وسفن القطاعة متوسطة الحجم، وسفن السفر كبيرة الحجم، وأسفار القطاعة قصيرة وليست بها أخطار كالسفر الكبير عبر المحيط الهندي إلى الهند وسيلان وأفريقيا الشرقية والجنوب العربي. في المقابلة الأولى حدثنا الحاج أحمد عبد الرحمن القبندي عن ذكرياته القديمة عن الكويت، وفي هذه المقابلة سيحدثنا عن القطاعة، السفر الصغير للنقل البحري في منطقة الخليج العربي، كي يطلع الكويتيون وخاصة الجيل الجديد من أبناء الكويت على كفاح آبائهم وأجدادهم في سبيل معاشهم في ذلك الوقت العصيب قبل النفط. أتقدم بوافر الشكر والامتنان للحاج أحمد عبد الرحمن القبندي على تكرمه بإجراء هذه المقابلة معه خدمة للكويت، وشكرا. عبد الرحمن، مشكورك على إجراء المقابلة الثانية وياك، والمقابلة هذه إن شاء الله سنتحدث عن البحر. خير إن شاء الله. إحنا قلنا أول ما رحت البحر رحت القوس. رحت القوس. ظليت مدة طويلة في القوس. في القوس نعم. 21 سنة. إيه 21 سنة. والله مدة طويلة. قيس لو سيب. نعم قيس. قيس. نعم قيس عزال. ها عزال بروحك من فريق. إيه والله صعب القيس، مو شيء سهل. ها؟ صعب عمل القيس. صعب. يعني صعب بينا. القوس كله صعب. كله صعب. كله صعب. يسمونه القوث. القوث. والقوس القوث. أصعب عمل في الحياة القوس على اللؤلؤ. وخاصة القوس، يعني صعب الغيس تغوص مياه عميقة يعني بدون أوداء سلامة. صحيح. ولا ما الهواء ولا أي شيء على الطبيعة كلش. والغواويش شايدين بعد. إيه صعب العمل. الغواويش شايدين. إيه نعم. إنه واخذة شايدين. إيه نعم. إيه نعم. والحياة صعبة ذاك الوقت. إيه نعم. إيه. وفي سفينة صغيرة. إيه. يعني عدد كبير. إيه. يعني وايد وايد صعب عمل القوس. صعب القوس صعب صعب. إيه بكل معنى الكلمة. إيه نعم. وظلت بالقوس ما قلنا حوالي 21 سنة. إيه؟ تعمل في القوس. إيه قيس. قيس. إيه في المقاصات بالهيارات. الهيارات، هيارات الكويت وهيارات البحرين. إيه. هي هيارات القطيف. آه. إيه نعم. لا هيارات البحرين راحة. يعني ماكو قدر البحر تبعدي. مو مثل هيارة الكويت. ها؟ مو مثل هيارة الكويت قزيل. هيارة الكويت بعد فيها قزيل، العياي وحولي. ايه؟ والبلداني هذا قزيل شوي. والخولي مال البلداني البحر 12. وايد والله 12 بحر. اي 12 والبحر ثجيل دبس. اي ايه نعم. اي نعم. وبعدين هذا اسمه اللي يقولنا هذا المايه.
الماية تيارات في الداخل يصير ماية داخل البحر، يصير مايتين ماية من فوق معلية ومن حد الماية سالمة. رايحة ورادة. إيه رايحة ورادة، هذا هذا في العياي هالنمونة. صعب على القيس. صعب على القيس. وخالي ذا الشكل. نعم. وفي عاف لرحت أربع خمس تبع ياكل عاف تقول له ثلج ها تشهق لما توصل الجوع. أي نعم، لا وصلت الجوع ترتاح. العاف هو الماء البارد يصير بين طبقات الماء، يصير منطقة فيها ماء بارد كلش كلش. ما يعني هو بارد أي أيًا ما يكون. تشفق. والله شيء. الغيس ده شوي ضعيف يطلع. لا صعبة صعبة جدًا. وإذا طلع يقول يعني في عز الصيف أحيانًا عز الصيف الغيس يتدفى على الضوء. على الضوء. يعني عز الصيف. شهر 7 و8 وحاطي له باربار ستاره من الخياش عن الهواء اي والله صعب يعني مو شيء سهل واي صعبه لا صعب الغوص صعب الغوص واربع شهور 10 ايام مستمر 14 ايام الغوص العود عمك راشد 14 و10 ايام اي نعم الى اخر شهر 9 عقب ما يتسوى الليل والنهار يبدا القفار اي القفار بعدين ولا ادوات سلامه ولا شيء ولا مثل ما الهواء ولا لباس عادي كلش كلش هذا هذا من يطلع من 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 بيته قط الشاشه ولبس الوزاره ولا يبغى يغوص بهذا بالسروال الاسود عن 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 سمك القرش الشمشول شمشول هذا الاسود القصير هذا الهاف هاف اسود هتين القرش ما نسميه شمشول الهاف يعني ولا صار دول لبس الغوص ها عن الدول سروال ودشداشه عن الدول وقحبي على راسه من 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 اللباس لا يعني صعب جدا مو شيء سهل بس كان عماد الحياه ذاك الوقت هو الغوص على اللؤلؤ وكان هو يعني الثروه اي باكو منه له في كل مكان الكويت لا الخليج كله الخليج كله كل الخليج الكويت قطر البحرين القطيف سيهات عدن. ها لا الخليج كله الى راس الخيمه بظني دلمه وبالسواحل من هناك بعد مال فارس بعد الشارجه ام القيوين ها راس الخيمه نعم خورفكان هذا كله غواويس بعد فينا خورفكان اي غواويس يجون يعلون غواصاتهم في عمان مغاصات عمان عماني من يجر الداس لجركو وقول المشاهد الكرام ان المغاصات مفتوحه ما في لا حدود ولا قيود ولا جوازات ولا شيء مفتوحه الحدود والموانئ كل واحد يروح اي مكان اي نعم اي حدود اي, حدود أي بلده نعم. اي شيء اي لا شيء جميل هل فارس كلهم يعبرون هالصوب اي على الساحل يعبرون هي عيرات عمان فالحين احنا بنطلع انواع السوم الحين الجماعه خاصه الجيل الجديد اللي ما لحقوا على السفن القبول يمكن يعرفون اسمها بس أو بعض ما يعرف اسمها لا. فبنطلع أنواع السفن اللي بالكويت تستعمل فهذه أقدم السفن البقارة أقدم سفن البقارة البقارة فهذه صورة البقارة أقدم السفن اللي تستعملت في الكويت وبلدان الخليج العربي هذه البقارة عقبها البتيل بعد البتيل أي نعم هذا هذه صورة البتيل رسم البتيل ورسمها رسمة هذه وغيرها من رسوم المرحوم يوسف بن علي الشملان يعني رسام ماهر بكل معنى الكلمة مبدع في عمله عبارة كأنه كاميرا في التصوير في رسمه باليد وما درس ولا شيء على الطبيعة وهذا الشيوعي وهذه الجالبوت جمع جوال بيت وهذا البوم والبوم يستعمل حتى بالسفر يستعمل البوم القطاعة كل شيء الاعتماد عليه سفر على البوم اي نعم يستعمل كل شيء اي نعم هذا البوم هذا رسم البوم البوم صمعه اي نعم تفرق صمعه عادل اي نعم في كل شيء يستعمل كل شيء اي نعم عادل وهذه رسم المرحوم يوسف بن علي بن شملان راسم البتيل في النقعه راجي لوحه عجيبه وهذا سنبوك في القوس إيساني من هير إلى هير في الجيب والجيب مثلث الشكل أصغر لأشرعة السفينة الجيب وشراء القوس
على الله وعلى الجيب. على الجيب. على الجيب نعم. والميادي. والميادي. وهذا بوم. بوم قوس بالنقعة راجي. وهذا سمبوك يخطف. يخطف بالعود. عود غلمي. وهذا شوعي رسم المرحوم يوسف بن علي في القوس والقاصة يقوسون. وهذه صورة المرحوم راشد بن أحمد الرومي متوفى سنة 1963 وهو آخر أمراء القوس في الكويت. كان يسمى السردال. السردال لفظة التركية معناها القائد. فكان هو القائد. هي الرئيس. إيه الرئيس القائد إلى آخر الثلاثينات. إيه الرئيس. لا. كان هو القائد. إيه نعم. وكان عنده مدفع. مدفع. إيه نعم. عنده مدفع. يطلق المدفع إذانا بانتهاء القوس حول موعد القفال. والقفال عبارة عن عيد في الكويت ولله الخير العربي عيد. أكبر عيد. أكبر عيد. في الكويت ولله الخير العربي القفال. لا صار المدفع طارت البنادير. إيه وحتى بالكويت. إيه طارت البنادير. عيدوا كل واحد إيه. لو الغيث في البحر يسحب سيبة إيه. ولا يعلمهم عن موعده لا ما يعلمهم ما يخبرهم خلي فجأة مفاجأة لهم على فجأة إيه نعم فجأة نعم. عدل إيه نعم. والقفال كلمة عربية مشتقة من القفول الرجوع إلى الديار وكان عيد في الكويت بلدان الخليج العربي وقبله بعد يعني قبل المرحوم راشد أمراء لكن هو آخرهم إيه. من آل رومي ومن غيرهم إيه. وأول أمير كما هو معروف هو ابن تمام أمير القواصين وهذه لوحة أو رسم رسمه المرحوم يوسف عيش شملان تمثل القفال عودة القواصين السفن الشراعية للقوس إلى الكويت بعد القوس يعني تركت العمل في القوس واشتغلت بالقطاعة إن شاء الله بالقطاعة أول مرة للقطاعة إحنا قلنا على القطاعة يعني نقل البحر في بلدان الخليج العربي القطاعة يعني أحدهم بس وين يصون يصون مسقط يصون مسكتي حدهم مسكت مسكت بس القطاطية حدهم مسكت إيه؟ مدهم وبر الباطنة يحملون حطب يحملون لومي يمرون بلدية الباطنة بالساحل إيه؟ ساحل الباطنة إيه؟ إلى شمالي مسكت إيه؟ يحملون حطب قبل حمط يبون حطب السمر أيه؟ حق الوقيد حق الغوص حق العماير ها إيه؟ وبعدين يعني مسقط ما كل واحد يروح له يمكن يسول الكبار بس لا ما لا يروحون خشب قطاطية يروحون له قليل إيه يمكن عنوى يروحون ولا عنده نومي بحملة ولا عنده حمال بحملة من مسكت يعني قليل مو قليل قليل يعني عدد محدود إيه ولا اللي يروحون ولا سواحل الباطنة إيه؟ من مسكت الشمال لا على كل وقت يجيبون حطب ونومي إيه؟ من إسحار إيه؟ من الصحن لكن الأكثر إيه؟ كله يعني في الخليج. بالخليج. يعني المواني الأول. الخليج من إيه؟ من دبي وقطر بس والبحرين. إيه؟ إيه والسعودية. فالبلدان اللي تروحون لها مثل من الكويت تروحون البصرة. إيه؟ البحرين. البحرين. نعم. العجير. العجير. البحرين إيه؟ أقول هذا قطر. قطر. دبي. دبي. شيء غيرها بعد من البلدان العربية. بس دبي. بس أتلى محمد أتلى بلاد دبي. هي يعني المركز الرئيسي هي المركز الرئيسي وهي بوابه اعمال اي نعم بعض الخشب يحملون تمر للبيع على ايدهم يمرون دلمه يزيل الدلمه يبيعون إيه؟ يمرون بضبي يبيعون إيه؟ لكن اخر بندر دبي آه. إيه؟ والبحاره هم اللي يشيلون الحمل يعني يشيلون الحمل الى السفينه في العجير تشيل على البحريه اه بس بالعجير بس العجير إيه؟ والليبيل إيه ليبيل إيه والأجير على شيل البحرية البحار يبت شال أحد البوم ويحطه بصة ويودي الأسكلة وينزله فوق الأسكلة وبس بعدين يحطه بالمستودع يصفه ويسال محقرة على المستودع آه إيه الأجير كذلك بعد هالنمونة والباقي الموانئ باقي الموانئ لا يعني البحرين وقطر البحرين وقطر شاشيل شاشيل وحماميل عليهم ما آه عليهم إيه نعم. يطبجون على عند البوم يجيبون تشاله وتبج إيه البوم وتقط بصة يتشاشيلهم على 100 من و 150 من تمر قلت له روح الحمام نشيل ذي ودينا البخاخين والبصرة بعد تروحون البصرة إيه؟ تنول المهيلة تيبة الطابج فيها طحين ولا حيب البصرة ولا كلها تمر ها تمر وشعير تمر يبوا له مهايلة بلام كبار إيه؟ ويتحمل طابج البوم يحمل
بدل في 100 من 200 من 300 من. وش غير التمر بعد؟ زهدي زهدي لا ايش غير التمر؟ شعير وطحين ها وذرة ها وحب حب حب عيش عيش فيه بعد ها عيش عيش ممنوع ها عيش ممنوع اي بس هذه اي بس الحب والشعير والماش والعدس هذا مو ممنوع اكله من البصره من البصره إيه؟ الخليج اي الخليج خشب بتحمل مراشد بتحمل ايش تقول شلون القصه؟ قصه بومنا طبعا إيه؟ من الكويت مني محمل حق البحرين وحق قطر وحق ابو ظبي وحق دبي ذا يومك ما ندري عنا وين راح يا ذا يومك ما ندري عنا في اي منطقه راح يعني دم في البحر شيء؟ راح يمكن دم في البحر في 13 ولد يا اي نعم وناخذها واحد من البحرين ناخذها بحريني فيه يمكن في الاخير في الاخير هذا مو من زمان في سنه 65 في الاخير هذه في الاخير عجيب والله راح موليه كله راح موليه ولا خبر ولا شيء ماكو خبر عندنا واحد في بومنا الثاني من معتب الرضوان يا حق معتب الرضوان يستعطي منهم يا المقسوم عطوا عطوا استقبل بوم الثاني بيروح البحرين هل راح ما طلع اي وراح وياهم راح قال بروح وياهم اي زين انت هذاك البوم بيروح سيد دبي وانت قال عندي معه عندي معه وعندنا شويب عدل من هالعمان ينام عندهم ويصلي عندهم يوم حمل السيارات بشويخ كان يقول حق ناخذها انا بجوازي قال لي ناخذها بجوازي يخرج الحيه من الميت اعطى اعطى يعني جوازه اي شويب سلم وهذولك راحوا اي لكل اجل كتاب اي نعم اي نعم صار حوادث قراقه وطبع او طبعات يعني على موجب ما تذكر صار طبعات حق الخشب سفن مال القطاعه مال القطاعه لا ما صار صار خشب الشفافيه لا القطاعه القطاعه لا القطاعه راح ابو الدمارك وراح ابو محمد بن شاهين على تاونه نعم لا القطاعه ما صار شيء القطاعه لا القطاعه ما صار المسافه قصيره بالخليج بالخليج اي ولا فيها خطوره وايد الخليج ما فيها خطر بنادر وايد اي اذا صار كوش اكو بنادر كوش شمال شمال بنادر وايد عدل اي نعم يعني مثلا اذا طلعتوا من الكويت والهواء والم مناسب الى البحرين متى توصل البحرين مثل مشيتوا الصبح يوم ثالث نوصل البحرين يعني ثلاث ايام ثلاث ايام يوم ثالث احنا البحرين اذا الهواء والمناسب شمال نعم مناسب شمال نعم. ابدا ثلاث ايام ثلاث ايام يوم ثالث احنا عقب الظهر من البحرين واذا صار هواء مو مناسب هاي مو مناسب ناخذ اربع خمس ايام ست ايام اكثر بعد اي لا اكثر لينا اينا هواء كوش دشينا تنوره ها ولا دشينا خور بلبول ها ولا دشينا خور مقيصر لا اكثر من ايام يكون اسبوعين او اكثر بعد يصير كوش يصير ايام غيوم ثريا يطاول الكوش اي سنه واحده تمين يمكن 10 ايام في راس التنوره ما حد حتى اهل البر ما يبالون حضورهم من قوه الكوش تبدون على عندكم الوسائل اللي عندكم على الديره والاشياء اللي عندكم على الديره على الديره وعلى معرفه البر إيه؟ هي على معرفه البر والممارسه في العمل هي على معرفه البر اذا ناخذ اللي ما اعرف البر هذا بدنا فلان فلان ما 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 ينفر ما يدجي روحه بس صعب مثل اكو قطع في البحر مثل هذه الضيعات يقولون الضيعات صعب الضيعات اكو قطع من بعلي اليمين الضيعات إيه؟ اللي صار انت معلي واليسار مكلف يسوي مكلف البري وذاك مكلف البحري لكن مجرى واحد إيه؟ تعطيه مجرى يعني انت 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 توفيقك اعتمد على البلد وعلى انه خذ بعد نبات والبلادي على البلاد على البلدي وعلى المجرى عدل يعني ما في وسائل مثل الحين وسائل لا يعني لا ماكو لا لا موجوده هذه ماكو ما على مال اول إيه. اعتماد على البلد زين اكو بويات في الطريق يعني بويات هذه يسرشدوا فيها للشب بويات ماكو في البحر ما في بويات اول يعني اول ما عندنا بويات على قطع على مكان شيء ما في بويات لا ماكو بويات ابدا البويات بالتالي حطها آه. عقب ما طلع النفط حط البويات لا حتى البحر ماكو شيء ماكو بويات ابدا بس ماكو الا الاسراي هالبحرين حطوا كايد الشركه يسمونه في على هيد يسمونه ابو اليعل كايد دوبه شطنه وعليها كايد يمكن عقب ثلاث ساعات مسافه يلا يعني بالليل الشب بالليل هذا الشب شيء الليل الشب ثلاث ساعات يبين من بعيد ها من بعيد يبين من بعيد ثلاث ساعات من تشوف الكايد ما تجي الكايد
واكو بعد هذه القطعه اللي قبل البحرين قبل الفرضه، اكو قطعه قبل البحرين قبل الفرضه مال البحرين هم بعد عليها علامه. عليها علامه اي نسيت والله اسمها. على قطعه صفار. لا لا غير بعد وحده. هذه شمال هذه جريبه. لا جريبه كلش. هاي قطعه يراده. لا لا غير اظمها الفشته وكذا على علامه. يعني على البحر ما كان ذاك في علامات ولا شيء ولا علامات. بويات ما في علامات. زين الانجليز ما حطوا هذا علامات بويات الانجليز من ما قبل؟ حطوا شيء. الانجليز ما حطوا شيء، ما حطوا الا الكايد هذا مليعن وحطوا البويه مال مطرح المركب هني وجهه 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 سايه هني عند سماهين هني. سماهين سماهين حطوا البويه هني. من البويه من البليعن الى البويه، من البويه الثانيه الى مطرح المركب. بالكويت عندنا هني يعني الانجليز حطوا هذا سراي مال راس راس الارض هذا. هذا قديمي. اي الانجليز واضعينه. اي نعم هذا قديمي. اي نعم. وحط سراي مال غنصل. اي مال غنصل عدل حمار. حمار حطوه هذا يبين من 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 خفق من من مشان عدل يبين. ذاك ما في سراي بالكويت الا غيره. الا غيره. خاصه ابو عبد الرحمن ذاك في القنصليه القديمه في بيت دكسن بيت هذا محمد بن عصور. اي هذا اول على البنديره هذا سراي. حاطينه الانجليز. ايه؟ بعدين على مراحل القنصليه السفاره. ايه؟ ظل السراي موجود مده طويله. السراي لا لا السراي اقول لك اللي صار الصبح ينزلونه. ايه؟ وعقبل عقبل العصر يصعدونه فوق. اي على غاز على على هذا. اي سراي حمر عود يبين. اي عدل اول من الكويت يدخل الجون الكويت ما تشوف شيء ظلام الا سراي. ايه؟ مال القنصليه البريطانيه. اي قبل ماكو. وايضا بعد حطوا سراي في هذا في جزيره هذا مسكان. مسكان 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 حطوا سراي فيه. اي حطوا سراي على مسكان سراي وعلى الياهيه سراي. سراي حمر الياهيه. اي وعلى على وين الياهيه؟ وش بعد شلون عن الياهيه؟ ماخذ ماخذ مسكان. ماخذ حد طالع برا قصار. إيه؟ طالع عنه بالدرب صاير. اي حطوا على سراي حمر. اي بعدين السفن الحربيه البريطانيه يسمونها ذاك ساعة مناور ما تعترض حق الخشب؟ لا ماكو شيء؟ لا لا ما تعترض. ما تعترض حق الخشب. إيه؟ ابدا ما تعترض. تساعدهم اذا طلبوا المساعده شيء؟ اي تعطيهم. شلون؟ اي لبوا يعني شيء علموا سووا له عشارة نوف وياهم شرعهم يعطيهم ما يعطيهم اكيل كان عندهم عيش قاصرهم عدس قاصرهم. حنا لسنه في رمضان بعد علينا حملنا 250 نفر. اي وايد. اي 250 نفر وايد حملناهم. من وين حملتهم؟ من الكويت. نبي نوديهم دبي. إيه. قاعد نسولف عقب ما طفنا الصير ياكل زير يسمونه الصير. اي صير بن عيل. صير بن عيل هاي تابع الشارجه. طفنا يسوي ساعتين بالله علي واحد خبيل حوالي قاعد كان يقول ناخذها. قلت كان يقول لا ما كله بغابوس بغابوس يعني الانجليز بكبوس بكبوس. والله يا ما كملت كلمته ولا المنبر جاي يعني من البر. إيه؟ يحدي علينا يا انا يا انا البارجه. اي البارجه. إيه؟ يعني كان يصيح في سومال. كان يقول ناخذ اطرح احنا بشراء ماكينه. إيه؟ اطرح طرحنا قال طبج طبقنا طبقنا قام يحطون على مال الفراز مال خيزران والسومال يطالبون في عندهم اسياخ. إيه؟ ان يتعور البوم. يا الضابط مال المركب ركب ركب قاعد فوق يسار. إيه؟ قال ناخذها بننبش. قلت على كيفكم. إيه؟ على كيفكم نمشوا. قال حق هذا العبريه كل واحد يبر صندوقه يجي المامور مالهم وينبشه ويصفه مثل احسن من صفته قبل. عجيبه ما يخليه يجلسونه. هم فتشون. إيه؟ إيه؟ عندنا صناديق تسوي اربعه خمسه حق شركه الخور محملها مني وياي. يعني إيه؟ المفاتيح مو عندنا. قالوا له صناديق. قال منا قلت حق شركه الخور. قال لهم خلوه ما لهم هذا ما لهم. إيه؟ قال خلهم. كان يقول ما تبون عيش ما تبون ماي ما تبون شيء. قلنا ما نبي شيء. قال كم ساعة بتوصلون؟ قلنا بعد نص ساعة نصل. قال طلع ساعته. قال عدل تمام. عجيب المجرى عدل. إيه؟ عدل. الحين نبي نذكر أسامي نوخذت القطاع اللي في الكويت. إيه؟ يعني من أول للأخير. والحين مثل ما تكلمت معاك قبل مدة تقول كلهم تغلوا رحمة الله تعالى. كلهم راحوا. باجي أنت الله لك الصحة والعمر الطويل. يعني من آخر نواخذة القطاع في الكويت. آخر نواخذة القطاع. إيه ولا كلهم رحمة الله. كلهم. فهذا اللي أنا أخذته منك الأسامي. إيه؟ نذكرها للتاريخ مشاهد الكرام. نواخذة القطاع في الكويت. إبراهيم بن إسماعيل، حسن بورحمة، عبد الله بورحمة، مطر بن حردان،
خليفة الطراروة، جمعة بعركي، راشد بن سلامة، عيسى الغنيم، علي طراح، محمد الطراح، بدر إسماعيل، عيسى البالول، يعقوب البالول، إبراهيم قطامي، إبراهيم سبتي، سالم بن شرف، محمد بن مطر، أحمد البدر إسماعيل، عبد الرحمن الياقوت، عبد الله علي الغناعي، شاهين يوسف بن شاهين، جاسم بن يوسف بن شاهين، عبد العزيز قطامي، علي كرم، علي جوهر، علي المزيد، محمد الغديفي، علي بن حمادة، صالح بن توفيق، علي سبتي، عبد الله عبد اللطيف الفهد، محمد بن جاسم القناعي، حسين المذن، عبد العزيز الياقوت، عبد اللطيف الرجيب، فهد الرجيب، بهمن وعبد الله وحاجي، عباس علي الشطي، أحمد أبو حمرة، محمد جاسم أبو شميس، أحمد لسعيد، حسين غلوم. فهذه أسماء النواخذة. أي هاي النواخذة. إيه اللي ذكرتهم لي نواخذة القطاعة. وكلهم تغل رحمة الله تعالى. أي نعم. هل ذكرناهم؟ لاقي محمد بشميس موجود. لاقي ها؟ محمد بشميس موجود. ها؟ إيه. إيه تاجر هم عليه خلاف الحين. إيه. إذا موجود الحين أنت ومحمد جاسم بشميس. إيه نعم. أصغر منك بشميس. إيه أصغر مني. إيه. لا أصغر مني. إيه نعم إيه. تالي حطوا بعدين اللنجات. حط اللنجات بعدين. إيه. اللنجات إيه. حط اللنجات بعدين. من هو تذكر أول واحد من القطاع حط له لنج؟ ها؟ تذكر أول واحد من القطاع حط له لنج؟ أول واحد حطوا له اثنين لنجات، اثنين، واحد في تيفوني وواحد في محمد بشميس. هذا أول واحد. لنجات. وقبلهم منصور غبازل في علي يوهر. وذاك أنت يا هذا اسمه هذا نسيت اسمه هذا حط لنج بماكينتين في عادي كرم. هذا بالخمسينات؟ بالخمسينات. لكن هذا. قبل اسمع كنا بنياقوت ما عنده لنج قبل بالاربعينات؟ قبل عنده لنج، عنده لنج مو له حلاله. مو حلاله. وناخذه فيه؟ ناخذه فيه. جالبوت على شكل جالبوت. على شكل جالبوت. اي ايام الحرب. مال البحرين. ايه. اي وشار البحرين. من لنجات البحرين. من لنج من حق اللنج هذا؟ حق كانوا. ها خلي كانوا هو ناخذه فيه هو ناخذه فيه إيه. إيه. ولنج في بدر حق بدر الساير وفي احمد البدر ركب فيه يعني في الاخير صارت اللنجات في الاخير صارت اللنجات في الاخير صارت اللنجات على شكل هذا جوالب كبار وابوام قبل ماكو مكاين اي ماكو مكاين عدل وسواحل فارس تروحون هاي اسمه يعني من البصره المحمر تروحوا للمحمرة مثلا المحمرة ايه والمحمرة تروح سواحل الفارس ايه ايه شنو اول بلدة من سواحل من المحمرة اللي رحتوا سواحل الفارس شنو اول بلدة اول مينا اول مينا ماكو مينات في البلدان اللي على البحر على البحر عندك اول بلدة اختر ميلو عيينات بيضخان هذول على البحر المقام هذا على البحر بندر تبن ها بن جزء مشاحيد هذا على البحر إيه إيه هذا على البحر هذا ساحل العرب هذا عرب هذولا إيه كلاتو هذا على البحر إيه نعم هذا على البحر على ساحل البحر هذولا إيه شيرو كلات قرزة تاونة شارك هاي اللي عدتهم ورا أبو شهر هي شما ينوب بشور كله ينوب الحين تعدينا بشور اي تعدينا بشور اي هي ينوب بشور كله ينوب هلا العرب كلها ينوب بشور اكو بلده الطاهريه هي الطاهريه على البحر على البحر هذه
فيها حطوا منظره قالوا بيحرقون البحرين منها في من الطاهريه للبحرين. وهي بعيده؟ اي مسافه وايد؟ حطوا منظره ها يقول 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 بيحرقون البحرين. إيه؟ بيحرقون البحرين فيها في الطاهريه. عرب هذول عرب. إيه؟ على كلام هذا السفن البريطانيه ساحل تحط منظره قويه اذا صار قريبه من الساحل تسلطها على العشيش وتشعل نيران فيها. هذا قال حطوا المنظره في الطهريه على البحرين كن بيحرقون البحرين فيها. لا بعيده وين؟ وهذه قديمه الطهريه. قديمه الطهريه وين؟ وفيها اثار بيوت قديمه. قديمه ولها ذكرها. قديمه بس ولا غاب عن بالي اسمها القديم. الطهريه. طهريه. لها ذكر وذاكرها. اكو بعد بلادين اكو بلادين ياقوت في معجم البلدان. اي اكو بلاد يسمونها نخل خلفان. اكو بلاد يسمونها نخل تكي. عدل ها؟ اكو بلاد يسمونها نخل جمال. كل عرب هذول. وين هذه؟ هذه بعيده كلش؟ هذا ينوب. ينوب من تيرو وشمال شوي. اي. ها الطهريه اللي اقول لك الحين ذكر على بالي اسمها الطهريه. إيه؟ اسمها سيراف. إيه؟ اول عند العرب قديما. إيه؟ يعني اسمها ولها ذكرها في كتب الادب والجغرافيا. يصير اسمها سيراف. سموها في الاخير الطهريه. الطهريه سموها. يقول فيها اثار. إيه؟ وبيوت قديمه ضخمه. إيه قديمه قديمه. إيه طهريه. نعم. قديمه واواد فيها اواد محيين. إيه؟ وبعدين وانت رايح يعني من الاماكن هذه الى وانت رايح نازل. تي شلاص. تي مغو. تي ديوان. تي شارك. هاي كلها عرب فيها. كل عرب كله على ساحل عرب. إيه؟ هذا مغو والحكام عرب. عرب هي حكام عربي. إيه؟ هذا مغو مال شيخ سلطان مرزوقي. إيه؟ إيه؟ حتى هذا ابو شهر كان في السابق يحكمها الشيخ نصر ال مذكور. إيه؟ وكان ايضا بعد يحكم البحرين مشهور شيخ نصر. بعد ذلك ال خليفه حكموا البحرين سنه 1700 و انا في بالي وثلاثة وثمانية. اكو كتاب يسمونه حق النبهاني. اي تاريخ البحرين. ها تاريخ البحرين. تاريخ البحرين النبهاني. إيه؟ 64 حاكم اتلاهم الخليفه. اي متكلم على البحرين عدل. إيه؟ 64 حاكم حكموا البحرين عدل. إيه؟ ها اتلاهم الخليفه عدل. وذاكر عن الشيخ نصر. إيه؟ هاي يسمونه نصور. إيه؟ هاي كان يحكم البحرين ويحكم بوشهر. بوشهر. اي بعد ذلك الخليفه سوي على البحرين سنه 1783 1197 هجريه سوي على البحرين. هو ظل يحكم بوشهر وما حول بوشهر. لما توفي تو الحكم عقبه ابن الشيخ عبد الرسول. كان له صداقه مع الكويتيين. مع الكويتيين الشيخ. اي نعم خاصه مع الشيخ جابر. الاول جابر عيش. واذكر التاريخ ان الشيخ عبد الرسول هذا لما بغى يروح الحج خايف على بوشهر احد يهاجمها. فطلب المساعده من الشيخ جابر. جابر عيش. جابر بن عبد الله حاكم الكويت الثالث. فارسل له سفن فيها رجال مسلحين ظلت في مرابطه امام بوشهر تحميها الى مرجع من الحج. وراح من الكويت عن طريق البحر. بعدين بالقوافل حوالي 5 شهور 6 شهور يلا رجع. بعد ذلك رجعت السفن الى الكويت. وهو بعد للتاريخ يعني رد الجميل. لما كانت الكويت معرضة للعدوان والهجوم عليها قدم مساعدات قدم أسلحة. أي. مدافع كبيرة أرسلها حق الكويت. أي. فهذا الشيخ عبد الرسول ولد الشيخ نصر آل مذكور كان يحكم البحرين ويحكم بوشهر وما حولها. فمثل ما قلنا كل هنا وهناك عرب الهولة. الهولة. أي. هم المنطقة هذه. أي. وهذول عرب. كل عرب هذول كل. أي. عرب. بعضهم ما يعرف ايام ما يعرف يتحشون هذا الساحل ما يعرف يتحشون ما يرطنون. اي كل ايام ما يعرفون الا يوم لفاهم هذا الرشاه بهلوي 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 خلاهم يتكلموني. اي سنت ال خزعل حكروا شعب هناك خزعل. اي حكروا شعب هناك. ها طرش على مبارك راح لمبارك قال ادركني يا ابو جابر. اي وارسل له سفن. اي ارسل له سفن. اي فيها رجال وسلاح. اي فيها رجال. عادل عنل. اي تسوي 20 سفينه. اي عدل. اي عدل. هذا كلامك هاي بالحرب العظمى. الحرب العظمى. سنه 1915 صارت ثورات. اي
ايام الدولة العثمانية والقتال بين الدولة العثمانية في البصرة والانجليز بعد معركة الشعيبة على قبل معركة الشعيبة فطلب المساعدة من الشيخ مبارك ارسل له سفن لا راح سفن 20 سفينة شفت السفن لما شو يا شفت السفن هذاك ابو محمد سليمان غليم تو جاي من السفر خازر عليه وسقب عليه حالا وحملوا فيه قام مبارك قام ياخذ اوادم من 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 اهل الكويت يحملهم رجال وسلاح رجال وسلاح اي وراحت السفن هذه ابو شهو اقول هذا المحمره رابطه امامها الفيليه المحمره عند قصر الشيخ ازعل اليوم شافوا السفن يا وقال قالوا اخبروا شعب قال ياكم العرب الجيش مال الكويت ياكم بعدين راح مبارك رضاهم رضاهم بينهم بين شعب لا عدل كان له دور رسول الكويتي له دور وايد يعني في المنطقه اي نعم حتى كان هذا بعض السفن ترابط في هذا انخور عبد الله هني محل استراتيجي رايحه ويا البصره للحمايه والمراقبه فسموه هذا خور عبد الله بالنسبه للشيخ عبد الله الاول حاكم الكويت الثاني خور عبد الله هذا اللي ورا ابو بيان ورا ابو بيان اي خور عبد الله نزول ابو بيان من شرق هذا خور عبد الله اي عدل هاي بالنسبه للشيخ عبد الله الصباح حاكم الكويت الثاني اي نعم وفي بلدان كثير مثل ما قلنا مثلا هي اسمها كانت عامره مزدهره مثلا لنيا كان فيها تجار فيها سفن لنيا اكبر تجاره في لنيا اي من الغواويس ومن التجارة فاروق وغير فاروق هو مشهور فاروق هذا تاج اللؤلؤ وعنده محل في باريس ذاك فاروق عبد الغادر هو عوضي 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 هذا عبد الغادر لأنه بيت في دبي ما رحت دبي أنت ماكو بيت أنا أول ما دش الخور بالخور دبي على تي على على يمناك ضخم هذا الضخم هذا بيت عبد الغادر لا فيها عدد كبير من هذا لنجا من التجار دبي منين عمرت؟ عمرت من تجار هل لنجا؟ لما انزحوا بعد ما هذا صار الاحداث ايام رضا شاه يوم عمروا ابراهيم القلداري فاروق ذاك الرسام كله يو شو اسمه يو دبي حطوا تجارة لليوم تجارتهم تمشي عدل عدل كلهم هاجروا وسكنوا هذا دبي والإمارات وأيضا في هذا في لنجة تاجر كبير ومشهور كان له اسمه في التاريخ وهو محمد بن عبد الوهاب المشاري هذا في قيس هذا في قيس هذا في قيس مو في هذا مو في لنجة لا هذا محمد بن عبد الوهاب المشاري هذا في قيس اي قيس خلينا نقول مشاهدين هذه الجزيرة معروفة حتى اسمها عند العرب قديما على اسم قيس بن عميرة هذا قيس بالقديم هذه ولها ذكرها هذا في المراجع العربية هذا تابع شارك ولا محمد عبد الوهاب في قيس في قيس ولا مو في هو المشاري في قيس مو لنجة لا في قيس هو حتى عقب ما توفى ولده موجود أحمد المشاري جاي البحرين أنا شفته يعني ولد ويها سمح وخضر من شابه المشاري اللي في الكويت عندنا هذا نوعهم هذا كان تاجر كبير اكبر تاجر يقولون ملك يعني ثروته 14 لك يعني في اول القرن التاسع في اول القرن العشرين حوالي عام 1900 وعقبها قليل كان ثروته يقولون حوالي 14 لك يعني معنى المبلغ هذا ذاك الوقت يعني مليون و400 الف ربيه مبلغ خيالي ذاك الوقت لا يعظمونه هذا في قيس نعم وايضا هذا يعني نقول التاريخ هو العربي الوحيد اللي سوى شركة في بومباي سنة 1912 اسمها شركة المراكب العربية بواخر عربية نعم لنقل ركاب المسافرين والأمتعة من بومباي إلى الخليج كان هو مسؤول عنها لكن أفلست هذه الشركة صارت عليها مضايقات وكذا صور ذاك الوقت شلون عنده تفكير هذا محمد عبد الوهاب المشاري سوى شركة من العرب المقيمين هناك التجار في بومباي وفي غيرهم مراكب عربية مثل المراكب اللي صارت في الاخير تالي مات الانجليز بلى لكن نفسوها وخسرت الشركه وخسر بعده في اللؤلؤ اي خسر في اللؤلؤ اي اللؤلؤ وايد خسر اي كل هذول اللي خسروا هلك ما خسروا باللؤلؤ اي ما بقى ثروتهم هل نعم اي نعم كلهم هلك خسروا اي نعم ما بقى حد وايد صار نكبه خاصه عقب ما طلع هذا اللؤلؤ الصناعي الياباني اي نعم هلك خسروا هل عمان ما خسروا باللؤلؤ
هالقطر ما اقترب من لولو. إيه؟ البحرين كلهم، البحرين ما اقترب من لولو، كلهم كلهم كل كل الطواويش اقترب من لولو، راح ثروات هائله. نعم ثروات، وكان ذاك الاعتماد على القوس. إيه؟ هو الكل في الكل في الحياه. إيه؟ القوس في جزيره هذا خارك يروحون لها الخشب شيء؟ خاري 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 هذا كل وقت ابوك حسين يروح هناك. لا القطاطيع تروحون لها انتم شيء؟ القطاطيع ما نشوف. ما تروحون، ما يروحون، ما تروحون حق الجزر. ربعهم يجون الكويت يشترون. إيه؟ حوايجهم ويروحون. هم قواويس في خاري. اي في قواويس. نعم في قواويس. كان حسين الله يرحمه يروح هناك يروح يشتري منهم. إيه؟ مشهوره هذه. اي يشتري منهم. اي إيه؟ وهذه معروفه عند العرب الجزيره. إيه؟ من القديم اسمها. إيه؟ خارك. اي خاري. اي خارك. اي هذه وقيس وغيرها الجزر اللي كانت عامره بسكان هذاك الوقت. إيه؟ مركز هذا قبل الساحل كله عامر. إيه؟ هذه جزيرة هندرابي. إيه؟ جزيرة الشيخ. إيه؟ هذه عامره كلها قواويس فيهم. يجون صار وقت الغوص يا الساحل العمان يغوصون. هي راس العمان. إيه؟ من داس وشمال يغوصون. إيه؟ هناك ما في مغاصات سواحل فارس. ها؟ سواحل فارس ما في مغاصات. فيها مغاصات لكن ماكو بحر غزير ولا في محار. إيه؟ يجون هني. اي يحاشي عليه واحد يسمونه في قطر من هالقطر. إيه؟ جابر حسين. اي عرفه عرفه. إيه؟ جابر حسين توفي ولد. إيه؟ عياله ولده عيال موجودين. موجودين يارنا في قطر. اي اي يار بيت والده يرحمه. جابر حسين شو يقول؟ يقول احنا في الغوص معبطين في جزيره داس. اي اي علي بن علي السويدي. تعرفه علي ابو خالد؟ اسمع فيه. إيه؟ ابو إيه؟ خالد. إيه؟ ابو صالح صالح ولد خالد. إيه؟ علي علي بن علي كبير في قطر يعني. اي نعم. إيه يقول بندرين يقول كان يقول انت يا علي علي بن علي يا ابو احمد باشر هيرنا باشر وين هيرنا نغوص؟ قال ما دام محمد احمد اليوحه موجود ما حد له امر. اي اليوحه البوسميط هذول. اي إيه نعم. إيه؟ كبار كبار. اي نعم هو سردال. هو سردال. إيه؟ مال النية. مال النية. اي كلها هالنية يوم البحرين. اي نعم. كل البصميت كله يوم البحرين. وفي في هناك في عندهم في عندهم سفن لنية. إيه؟ عندهم عندهم خشب حق السفر. اي البغال على 5000 و5000 ونص و6000. اي كبار خشب اللي عندهم. مصافير صفر عليها. اي مصفر. ما من برا ما يجيش البصره. ها يودون الهند يسافرونه. ولا صار وقت الموسم حمل بضايع من 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 داخل ايران. يروح كلوم يروح رنقون. إيه؟ ورا سيره 5000. إيه؟ فيها دبوستين وحجره حجره حق النخله. إيه؟ وحمام حق النخله. النخله كل يومين يبدل هدومه. ها ويا النخله على شوخ على زبون منبط مشخر وقحفيه طال اضراء والعمامه وزار بريسه محاشيتها حمراء. هاي هاي نوخذها لنا انا لحقت عليهم. ها هاي هذا سالت لكم العمامه. واذا يبغى يمشي ويا واحد يشيل القول، القول يشيله هو. شو القول؟ القول هذا مال مال الاوراق؟ مال اوراق 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 النخله. يمشي ويا واحد يشيل القول والاوراق مال النخله ورا النخله. اي يقول عاد قمالي أقول ما خلص البغلة وحمل شاي وحمل شكر وحمل عيش وحمل قهوة وحمل يرنزبيل وحمل حق العادي. يي نأخذه بدل من نفسه بدل من نفسه وطلع. يي قال يلا فوق ما وراه شالوا الشيطان بطلوا الشيطان. ها قال يلا يا مدوا شراء مدوا شراء صاح النهام مدوا شراء علقوه. قال يلا جالبوت حمل الجالبوت حمل جالبوت العودة حملوها فوق جابوها عند القايم انشموها. قال يلا فوق بوره. هذا النهام شو يقول؟ خان السدر خان. يصيح ينهم خان السدر خان السدر. النخله واعي ما يدري عنه كان خان السدر يعني خان السدر بغض عدله. بعدين وعي النخله قال ارفع 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 جالبوت. انقذوا على جالبوت العوده. قال لا هات قط الكيت اللي معلقه قط الكيت. قال طيار قال مقدمي صندوقك. يا نزله نزل صندوق نزل قطه في البر كل ما يحمله. اي قانون البحر هو محصوله تام ويا النخله هذا. اي الى صار الحساب اعطى حسابه. قطه يودي. ومساء قلنا مصفره يحطون لها صفر نحاس صفر بمبي يودونها يعني من برا. بمبي من برا في بومبي بمبي في محل مصافير هني. إيه؟ عندنا داو مصفر. إيه؟ عندنا بوم مخرافي مصفر. آه. عندنا بوم بلاد الصقر مصفر. إيه؟ يعني مصفر نص او لا لا ينزل بالماي ذراعين فوق شونه. ها
بس إسرائيل فوق الشونه على حد الكمر مو اكثر لا على حد الكمر يصفرونه يعمل اسفل يودونهم قبل خشبنا يودونهم هناك على زمن خزعل يودونهم القصبه هناك على ماي الحلو لا يختار شعر ماي المالح يودونهم يشطنونهم هناك الداو ابو الخرافي ابو بلاد وعلى الخشب احنا ذكرت انت الداو الداو هذا اكبر سفينه شراعيه صنعت بالكويت اكبر سفينه شراعيه واللي صنعها الاستاذ الكويتي كان معروف عبد الله بن راشد نعم الله يرحمه وصاحبها اللي وشرها المرحوم حمد بن عبد الله الصقر اكبر تاجر فهذا اكبر سفينه شراعيه بالكويت اكبر سفينه اي اسمها فتح الخير لكن مبارك سماها الداو الداو السفينه الكبيره سماها الداو يوم يقطونها ثلاث ايام تذكرها؟ هي اذكرها نروح لهم كل يوم هذه قديمه بعد؟ اي انا ناخذ الداو احمد سليمان وهذا سليمان ولده كان صديقي هني في 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 براحة مبارك هني هذا سليمان خاله علي بن حسين ومحمد بن حسين وخنفر خواله يا عدلي نروح كل يوم هناك يوم اللي بيقطونه ثلاث ايام مبارك كل يوم صبح هذه متى هذه؟ قبل يموت مبارك بسنه سنه 1914 هذا الداو يروح مبارك كل يوم في العراب انا من الحصن قبل ما ياتي السياره بعد لا سياره موجوده يعني حتى عزل السوق لما يغلونه عزل السوق اي ما كل لوادم الغوص اي كل 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 يغلونه اي نعم وفي الغوص عدل وفي صور له هذه الدكتوره حليمه اللي بالامريكاني اخذت خوش صور حق الداو كبير ايش كبره وزينه بالصوره هذه سنه 1914 هذه اكبر سفينه شراعيه صنعوها بالكويت لكن في سفينه ثانيه المحمدي محمد بن معرفي بالكويت هذا شرب بالنبال هذا خارج الكويت بالنبال هذا قاعدكم هنا هذا راح سنه واحده وسته ثانيه بس بند بعد هذا في الحرب العظمى سنه 1916 وسفينه كبيره كلش هذه واكبر من الداو اكبر من الداو يقول اجل هناك لما صنعوها بالنبار كان رطبه هني هواء جاف ففتشت الواحه بعد الرطبه ما عندهم يمشونه ما عندهم يمشونه صار صعبه ما عندهم يمشونه يبي فلوس 50 نفر يبون اسلاف يبون مشترى التمر بعدهم يعني بحارته 50 50 نفر البحاره اللي لما كنت هذا في البوم كم بحار وياك؟ اول ما صرت انت عقب يعني يوم الشراع شراع قبل اسم الماكينه شراع القطاطين 6 نفر انا السابع بس مو وايد ولا لا مو وايد يوم شراع يعني قبل الماكينه قبل الماكينه 6 نفر احنا والنوخذه ها والنوخذه يعني انتم اللي مقدمين انا عجيب والله قليل بالنسبه له قليل سته بحاره سته بحاره قليل؟ راهين عليه شلون الخطفه روده ثلاثة أنفار خطفون أبي ما يحملون الأغراض البضائع البضائع كان في البحرين يجي الحمادي طابج ها كان في البصرة هي المهيلة الطابج بس بالعجير تقول إلا بالعجير تعب العجير تعب يقول العجير تودي نقلة الخان قبل الخان اللي قلنا مس أعمال الترك هذا إي مال الترك تودي نقلة وتجيب نقلة تودي نقلة رايح الخان وتجيب نقلة من الخان تمر حق أهل الكويت وحق غير الكويت تمر خلاص فهذه بعدين ترى طلعت سفينه ثانيه عوده في اول يمكن سنه 1940 ابو هذا مركب القانم مركب القانم هذا عود وايد كبير كبير, كبير وايد كبير 6000 هذا كبير وشكله مو شكله بوام كنا باخره كنا باخره مثل باخره نعم مثل باخره مو قدام مثل باخره قدام مثل باخره هذا يقولوا شرح حجي احمد الاستاذ حجي احمد الامام نعم وحطوا في ماكينه حطوا في ماكينه صغيره قبل ماكو مكان عدلي حطوا ماكينه صغيره لكن اذا شيء تحلحل هاي ماكينه يبي اروح مكان يبي تحلحل بس ما طول بعدين اشترتها الحكومه السعوديه اخذتها اخذتها حملوها في شعير من البصره ويابوا المشعب هني في ابراهيم مشعل هني وقام يتشلون فيه ودونا في البر ساحلهم بعدين ودوا جدة هناك اي سمعت ودوا جدة ودوا جدة بعد ما نجي عليكم ودوا جدة ما نجي فهذا اكبر سفينة في العصر الاخير مركب الغانم اسمه مشرف اسمه مشرف نعم كبير نعم يعني مر عليك شيء صعب في البحر
هالمدة الطويلة بالقطاعة. لا والله ما مر. ما مر عليك شيء صعب غيره؟ الأعداد مبروك. وحنا متخرسين بالأعداد بنادر ندله. إيه. شفنا الهواء تعرف. لذنا بالبندر. إي. سواح الفارس فيها بنادر؟ هي فيها بنادر. إي. فيها بنادر. بنادر عن الشمال. بعد عن الشمال. إيه. عن الكوس ماكو بنادر قليل من الكوس. إي. شنو أشهر البنادر؟ اللي سوى فارس يعني صار هوا تبندرون فيها، شنو أشهر البنادر؟ يعني من بوشهر ورايحين ورايح. هذا كلاتوب أول بندر. إي. بيضخان أول بندر. ها هذا هاي بنادر الشمال. وليت هني بندر شيروخ وبندر سوادي يسمونها ديوانية. شلون؟ هذا بالشمال ديوانية. وقيس هم ديوانية. بندر شمال من أحسن ما كان. جزيرة قيس. جزيرة قيس. إي نعم. وهذه ذاك الصوب ديوان. ديوان هم بندر كوس وبندر شمال. في غير بنادر بعد؟ وايد بنادر. هذا كينج في بندر. اي كينج فيه خشب وايد كينج. خشب وايد. وين يقول بالسفافير. اي نعم. كل خشب الكويت عندها الكينج. اي عقب تاي شروها. اي نعم. اي عدل. زين اللي رحت هذا ايش كان يحصلون البحار يعني؟ أول يعني قبل الحرب ايش كان يحصل البحار؟ البحار يحصل ثمان ربيات. وهالسفرة هذه؟ سفرة ثمان ربيات. يعني سفرة 28 يوم 27 يوم. إيه؟ يحصل ثمان ربيات. إيه؟ رحنا العجير. إيه؟ لا العجير تحصل أكثر 15 ربيات. بس تعب عاد. تعب وايد. اي نعم. لا احنا نفرح. نفرح اللي حصلنا حمال حق العجير. يا اي لكنه تعب. تعب. مو شيء سهل. تعب. لا جاني قبل كتافها كلها الكويت. اي نعم. اي والكويت والزوير. لا عاد اي وايد من الكويت يشتغل هناك كتاف. انا لحقت على عبد السلام سلام الشعير. اي الله يرحمه. وابو سلطان والدمان. الله يرحمه كلهم. اي ومحمد هذا زعيم. اي محمد البرات. اي وسلمان العنزي. هذا. اي الله يرحمهم كلهم. كلهم راحوا. اي نعم كان هناك. إيه عدل عدل من الكويتيين اشتغلوا بالحسا واشتغلوا في البحرين بعد. اشتغلوا البحرين. وذاك ساعة البحرين من زهر البحرين. إيه مركز تجار البحرين. قبل البحرين عزيزه. اي البحرين. هي دره الخليج. إيه من زهره وايد. إيه بالتجاره وكل شيء. البحرين يسمونها عروس الخليج. اي نعم. والبحرين هادع. اي. أحسن بلادين العرب البحرين. اي. أهلها هادئين. عدل. والآن أيها المشاهدون الكرام نأتي إلى نهاية هذه المقابلة الثانية والأخيرة مع الحاج النوخذة أحمد عبد الرحمن القبندي، له جزيل الشكر والامتنان على تكرمه بإجراء هذه المقابلة معه، وسجلت هذه المقابلة في منزل ابنه الأخ محمد القبندي مساء الاثنين 30 نوفمبر سنة 1992. إلى اللقاء والسلام عليكم.